الكواليفيكيشنز بتاعت الاكزامينيشن تقريبا هي بتاعت الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده، اللي هو the presence of pain او trauma او swelling، او ان احنا we are suspecting infection او tumor، والمريض بيصوم احتياطي اذا كان هياخد سيديشن او حاجه in the supine position، ونستخدم الكويل بتاع البودي ايميجنج بحيث ان احنا نقدر نعمل التو هيبس مع بعض. ودلوقتي طبعا زي ما انتم عارفين انت بتعمل البوس هيبس مع بعضهم ان جنرال، لكن لو كان في مشكله في هيب لوحدها وانت عاوز تركز عليها كان زمان احنا بنفك الكويل ونركب السيرفس كويل تاني، لان دلوقتي اللي بيحصل انك تسيب الكويل زي ما هو وبعدين تليمت الفيلد على الهيب اللي انت عاوزها وتشتغل، فبيطلع كانك مستخدم كويل لوحده على نفس المكان، والحكايه ديت بنحتاجها قوي قوي اليومين دولت بالذات علشان موضوع الستابيلر ليبرم، وهو بقى يعني من الاهميه بمكان بالذات في الناس اللي هم بتوع السبورت انجريز وكده، فمحتاجينه بشده موضوع الايمجنج اوف ذا ستابيلر ليبرم. عندنا 5 اجهزه من الام ار، دي كلوزد ماجنت، الاوبن ماجنت، الاكستريميتي ماجنت، وعندنا دايناميك ام ار اي اللي هو ينفع يكون ستاتيك وينفع يكون متحرك على اساس انك تمشي المريض وتصور الهيبس during motion. الاناتومي بتاع الهيب ما هوش صعب ولا معضله، لان كميه الحاجات اللي فيه معظمها احنا مش محتاجين ان احنا نحفظها يعني عن ظهر قلب، وبالتالي الاكزامينيشن بتاع الهيب لازم يكون يحتوي على 3 حاجات اللي هم الاكزيال والساجيتال والكورونال. مهم جدا يكون في كورونالين اللي هو تي 1 وستير، والساجيتال بيتعمل على الهيب الديزيزد، لو كانوا الاثنين خربانين بنعمل ساجيتال على الاثنين، وبيكون عندنا اكزيال الاكزيال تي 1 او بروتون دنسيتي او جريدينت، المهم يكون في اكزيالين وخلاص من دولت. ممكن تعمل اكزيال بروتون او جريدينت ومعاه تي 1 او تي 2 زي ما انت عاوز. لو حالنا صبغه يبقى لازم يكون في اكزيال وساجيتال وكورونال، وطبعا كلنا حافظين الليست ديت من زمان، الحاجات اللي بتبقى سودة في التي 1 والتي 2 هو the cortex of the bone والماتيور fibrous tissue والكالسيوم، وبنضيف عليهم الاستابيلا ليبروم اللي هي بتبقى سودة في جميع البول سيكونسز. الحاجة اللي سودة في التي 1 بيضة في التي 2 هي المية، وهنا طبعا وجود اليورينري بلادر بيساعد الكلينيشنز اللي هما ما يقدرش يعرف الارقام اللي على الصور فين التي 1 من التي 2. بالعكس المية هو الفات، والفات بيبقى أبيض في التي 1 أسود في التي 2، والسبكوتينيوس فات زي ما انتم شايفين. في حالة عدم وجود فلويد في الصورة، يعني هنا سهل أوي تبص على اليورين بلادر، لكن لو ما كانش بتبص على لون البلمر أبيض يبقى تي 1، رمادي يبقى تي 2، أغمق شوية يبقى جريدينت، وأسود خالص يبقى ستير. حوالي 40% من الفيمورال هيد is covered by the acetabulum، والacetabulum بيبقى عميق شوية عن طريق الacetabular labrum اللي هي معمولة من fibrocartilaginous tissue، وبيطلع أسود في كل البول sequences، وهو عبارة عن مثلث على حروف الacetabulum وزيه زي الglenoid labrum بالظبط. مهم جدا احنا نعرف ان جزء كبير جدا من الفيمورال نيك is considered an intra-articular part of the femur، وده مهم قوي لان في الفراكشرز كنت انا قلت لكم من الحاجات المهمه جدا انك تقول اذا كان الفراكشر دوت واصل للارتيكولار سيرفيس او لا. بالنسبه للماسلز اللي حوالين الهيب جوينت احنا مش محتاجين منهم حاجات كتيره اكتر من الاوبتريتور انترنس اللي هي بتبطن الاستابيلا من جوه، والايليوسوس اللي هي هنا تعتبر lateral to the vessels. البكتينياس وبقيه الحاجات التانيه مش مهم قوي، لكن المهم بس الاوبتريتور انترنس والايليوسوس، لان في برزه بتطلع هنا ما بين الفيسلز وما بين المصل اسمها ده ايليوسوس برزه،
وفي مشاكل كتيرة جدا بتحصل في الهيليوسوس فيما يطلق عليه سنابينج هيب سيندروم، بس احنا في الغالب مش هنتعرض ليه بالتفصيل الممل. في الكورونال ايمجز مهم قوي نعرف الثلاثة ماسلز دولت اللي هم عاملين زي شجرة طالعين من البيوبك سيمفسز اللي هم الاوبتريتور انترنس والاكسترنس والادكتور بريفس. وليه دولت بالذات؟ علشان دولت هم اللي هيدور عليهم المحور بتاع الماسل انجريز والماسل سترين وكل المشاكل اللي بتحصل تقريبا في الماسلز اراوند ذا هيب بتأفكت الجماعه دول. مفيش مانع انك انت بدل عرفت ان ديت الادكتور بريفس تعرف ان اللي تحتها على طول هي الادكتور لونجس ماسل، وهي برضو بتبقى انفولفد في هذا المشكله. يعني عندنا الخريطه بتاعت الهيب زي الخريطه بتاعت الريست، فانت بتشوف ايه هي الحاجات اللي احنا عاوزين نتناولها وبعدين نقولهم واحد واحد. الافاسكر نيكروزس والترانزيت اوستيوبروزس والبيرسس ديزيز سليب كابيتال فيمورال ابيفيسيس والفيمورال استابيلر امبنجمنت والتروما والليبرال تيرز والبروزايتس واللوز بوديز، وفي اخر حاجه الفيمورال نيك انتي فيرجن انجل. الافاسكولار نيكروزيس عباره عن death of the part of the femoral head secondary to interruption of the blood supply، وهذا الانتربشن بيحدث نتيجه اسباب عديده جدا جدا من اشهرها على الاطلاق التروما والكورتيكوستيرويد. واي حاجه بتبوظ الفاسكولاريتي والكواجيليشن زي السيكل ديزيز والجوشر وخلافه ممكن يؤدي الى نفس المنظر ده. لما يبان الافاسكولار نيكروزس في الاكس راي and this is considered an advanced degree، يعني طالما شفت المشكله في الاكس راي سواء يونيلاترال او بايلاترال and then you are in an advanced degree زي ما نقول بعد كده. This is the normal appearance of the femoral head and the femoral head whenever it is affected by avascular necrosis. دي الحاجات اللي بنشوفها في الاكس راي. نمرة واحد contour irregularity and fissures. نمرة اثنين areas of bone sclerosis and osteoporosis، حتت sclerotic وحتت osteoporotic. structural collapse يعني الفيمورال هيد تتبطط، وبعدين في الاخر خالص يحصل secondary osteoarthritic changes و يبتدي كمان الاستابيلم يتأثر. في نقطة مهمة جدا ان لما تحصل الاوستيوارثرايتس you cannot predict ان ديت osteoarthritis on top of a vascular necrosis الا لو انت عندك الافلام القديمة او عارف حالة العيان من الاول. لكن ودي نقطة مهمة جدا وانا بستريس عليها، مفيش osteoarthritis من غير استابيلم، ومفيش osteoarthritis من غير الجوينت سبيس ده ما يكون ضيق. دولت مهمين جدا جدا في القضية. طالما الوضع عامل كده ان يو ار ديلينج ويز ا فاسكولار نيكروز، لما السبيس ده بالذات يضيق ويحصل استابيلر تشينجز ذن يو ار ان ذا osteoarthritic فيز. وفي الغالب عشان بس تبقى مستريح نفسيا السيفير osteoarthritis سواء كانت لوحدها او مع افاسكولار نيكروز هما الاثنين بيتعمل لهم توتال هيب ريبليسمنت. لكن طبعا زي ما انت عارف التفرقه بتبقى مهمه قوي في الامتحانات. Early avascular necrosis في البلين اكس راي ان يو سي سام فيشرز ان ذا سب كورتيكال اريا اوف ذا فيمر. Very late avascular necrosis ان يو سي structure collapse contour irregularity osteoporosis osteosclerosis and very very late ان يو جات osteoarthritic changes بعد كده. The same changes and بنلاقيها في الـ CT اللي هو هي نفس الحكاية this is the femoral head، لكن هتلاقي areas of sclerosis areas of porosis structural collapse و fissures وفي الآخر خالص هتلاقي osteoarthritis. كان في classification قديمة بتقول إن الأفاسكولار نيكروزس أربع درجات، دلوقتي الـ classification المعتد بيها هي الكلاسيفيكيشن دي الجديدة اللي هي بتقول إن الأفاسكولار نيكروزس ثلاث درجات ألف وب وجيم، وبتقول إن الأفاسكولار نيكروزس ما ينفعش يتشخص إلا لما يكون في خط.
يعني الخط دوت is a very very essential for the diagnosis of a vascular necrosis. وبناء على وجود الخط ده اللي هو بيفصل ال dead bone اللي جوه من ال viable bone اللي بره، بتقول ال stage بتاعت ال vascular necrosis بناء على لون العظم اللي ميت. لو كان العظم اللي ميت لون العظم اللي صاحي يبقى انت كلاس ايه، لان الاثنين فيهم فات. لو العظم اللي جوه بقى فيه ميه يعني اسود في التي 1 ابيض في التي 2 يبقى انت كلاس بي. لو العظم اللي جوه بقى سكليروتك يعني اسود في التي 1 واسود في التي 2 يبقى انت كلاس دي اللي هو او سي يعني اللي هو اخر واحد في الموضوع. ايام زمان كان في تقسيمه اللي هي بتقول ستيج 1 2 3 4 اللي وكانت بتعتبر ان البون مارو اديما في الفيمورال هيد من غير خط يعتبر ستيج 1. هذا الكلام ملغي تماما، وهذا المنظر لما تشوفه ليه تشخيص ثاني اللي هو الترانزيانت اوستيوبروزس زي ما هنقول بعد شويه. دي التقسيمه القديمه اللي هي كان فيها ستيج 1 ولحد 4، ولكن الستيج الاولاني دوت مشي خلاص. انت بتبتدي من اول هنا، من اول وجود الخط، بعدين الخط بيحجب البون اللي جوه زي البون اللي بره يبقى ستيج A، البون اللي جوه ميه يبقى ستيج B، وبعدين سكليروزس اوستي ارثرايتس يبقى ستيج C. Then if you see a line in the femoral head بتبص على البون اللي جوه الخط. إذا كان البون اللي جوه الخط شبه اللي بره يبقى أنت دلوقتي ستيج A. لو كان البون اللي جوه الخط ميه يعني اسود في التي 1 ابيض في التي 2 يبقى انت دلوقتي في ستيج بي. طبعا في معظم الاحيان we do not need to inject contrast material، لكن لو حد صبغه فالديد بون ما بيحصلوش حاجه، لكن بيحصل شويه مارشنال انهانسمنت عند الخط، واحنا we do not usually need هذه الشغلانه. Then if you look in the T1 weighted images and you see a خط and this is a vascular necrosis, then بص على لون العظم اللي جوه الخط واللي براه، هما الاثنين شبه بعض، يبقى انت stage A a vascular necrosis. Then إذا كان العظم اللي جوه زي الميه يبقى انت stage B. إذا كان اسود في الاثنين يعني في T1 وفي T2 then you are in a stage C أو الستيج الأخير اللي هو طبقا للكلاسيفيكيشن القديمه كان رقم 3. And this is the CT scan and this is MRI. If you look to the bone inside, البون اللي جوه اسود في T1 مبيض شويه في T2 يبقى انت دلوقتي في stage B. Then if you see the changes دهيت موجوده في الاكس راي، then قبل ما تفوت على موضوع الاوستيوارثرايتس look for this joint space. And also look for acetabular changes. Then if you see this joint space is maintained and no acetabular changes and this is a vascular necrosis stage 4 or stage C. وده معناها this is an advanced disease and you do not need the help of MRI. طالما شفت المنظر دوت في الاكس راي لا يوجد اي داعي للام ار الا في حاله واحده بس، ان يكون التشينجز ديت يونيلاترال. فلو انت شفت التشينجز دي في الاكس راي يونيلاترال ففي احتمال يكون في الناحيه الثانيه ان ايرلي افاسكولار نكروزس which is not seen in the plain film. Then you should have an MRI لان الانسيدنس بتاع الافاسكولار نكروزس البايلاتراليتي فيه عالي جدا، وبالتالي ان يو هاف تو اسيس الناحيتين مع بعض. Then إذا لقيت ال changes في الإكس راي unilateral then you should have an MRI. If the changes in the X-ray are bilateral no need على الإطلاق في ال MRI. Then this is stage C اللي هو collapsed femoral head اسود في T1 اسود في T2 then you got an advanced stage of a vascular necrosis. The stage is evident in the plain X-ray and you expect to see اسود في T1 اسود في الستير and you are in stage C. نيجي للديزيز اللي بعد كده اللي هو transient osteoporosis. وترانزيانت يعني وقتي او مرحلي، يعني بيروح لوحده، والايتيولوجي ما هوش معروف. والاوستيوبروزس ديت بتبان في ال ام ار على هيئه بون مارو اديما. وليه سموه كده؟ لان اصلا اكتشفوا الديزيز في الاكس راي الاول،
فكانت بتبقى عبارة عن حاجة اوستيوبروزس خفيف قوي كده، فسموه بهذا الاسم. الديزيز از مور كومن في الميلز، وبيحب قوي الهيب الشمال عند الفيميلز، وان هو از سيلف ليميتنج ديزيز، وفي خلال 6 إلى 8 شهور بيروح لوحده، مجرد انك تعمل بس يعني نون ويت بيرنج وشويه حاجات انتي انفلاماتوري وكده بيختفي هذا الديزيز. اذا عملت ام ار اي هتلاقي بون مارو اديما في الفيمورال هيد، اسود في التي 1 ابيض في التي 2، مفيش خط، مفيش كولابس، مفيش اي حاجه خالص، and this is known as transient osteoporosis. لو عملت بون سكان، ودوت من اهم الحاجات اللي بتتعمل تقريبا دلوقتي عشان اللخبطه، لو عملت بون سكان هتلاقي considerable uptake في الترانزينت اوستيوبروس، لكن لو العيان ده هو عنده افاسكولار نيكروزس مش هتلاقي ابتيك خالص. وبالتالي الناس اللي هم لسه في دماغهم التقسيمه القديمه، لما يلاقي بون مارو قديمه يقول لك ايوه ده ستيج 1 افاسكولار نيكروزس، ويبتدي يدخل مع العيان في كور دي كومبريشن ومش عارف مين والكلام ده كله. لكن انا شخصيا يعني قابلت دكتور كده كنت بحاضر في اسيوط ووراني الحاجه بتاعته، وعنده طبعا يعني اقوال كثيره وعديده واقتراحات للعلاج وكده، بمنتهى البساطه اعمل مونسكان بس كده. اذا في ابتيك زي دوت كده نكونسيدر اوستيوبروزس، تستهدف بالله ما تخليش حد يلمسك، وطلع فعلا كده وانتهت الحكايه على هذا الاساس. ف whenever there is an overlap ما بين، هو دلوقتي ما فيش overlap، لكن لو انت لقيت femoral head and neck وهما الاثنين اسود في التي 1 ابيض في التي 2 then you consider transient osteoporosis. لو افترضنا ان المريض عامل بون سكان هيطلع significant uptake على الناحيه اللي هي اللي فيها الديزيز. And this is transient osteoporosis axial T1 اسود في T1 ابيض في T2. In most of the cases في الافاسكر نكروزس والترانزيانت osteoporosis there should be a small amount of synovial effusion. And this is an example of transient osteoporosis on the left side, and this is the follow-up study. بعد 3 شهور there is complete resolution في ال disease. وده السير بتاعه وده الفولو اب بتاعه ان يو جوت ريجريشن اوف ذا ديزيز. ذس از سيلف ليميتنج بروسيس وبتروح لوحدها مع بعض التحفظات والحاجات اللي زي كده. اسود في التي 1 ابيض في الستير والتي 2 بون سكان ابتيك، يبقى يو ار ان ذا ديزيز اللي اسمه ترانزيانت اوستيوبوروس. في السي تي والاكس راي مش هتشوف حاجه لان التشنجز بتبقى فيري ساتل، لكن في الام ار طبعا بجزء ان السنسيتيفيتي بتاعته عاليه جدا بالنسبه للبون مارو، فبتشوف على طول الموضوع. هتيجي لو انت برقت كده حبتين في الحته ديت هتلاقي ان في خط هنا كده موجود، وهي ديت الحجه بتاعت الناس اللي كانوا بيشجعوا التقسيمه الاولانيه، يقول لك انت بعد شويه ما تقعد مستهتر كده وبتاع هيروح طالع الخط وتدخل في سكه ثانيه من بتاعه الافاسكولار نيكروز. فلابد انك انت تبقى عارف ان في سيجنيفيكانت اوفرلاب ما بين الجماعه دول ما بين الجماعه التانيين. ازاي احنا نحل المشكله دي؟ ما عندناش حلول في الوقت الحالي، لكن انت بتقول اللي انت شايفه، ان انا شايف دلوقتي في بون مارو قديمه وشايف خط، وانا عارف ان الخط ده one of the good landmarks بتاعه الايه بتاعه الافاسكولار نيكروز، then you should يعني تاخد دوت في الاعتبار ونعمل بقى مثلا فولو اب شويه يعني مبكر حبتين الى ان نفك التواصل ما بين الاثنين دول. المهم انك انت تعرف ان ترانزيت اوستيوبوروزيس از ا سيلف ليميتنج ديزيز، بيخف في خلال هم بيقولوا من 6 ل 8، لكن بعض الناس مثلا 3 شهور بيخف. في حاله ما اذا كان العيان دوت عنده ترانزيانت اوستيوبوروزس في الرجل الشمال، بعد شهرين خف، بعد 11 شهر جاله في الرجل اليمين. في الوقت دوت بنسمي الديزيز ده مايجراتري اوستيوبوروز.
مايجراتوري اوستيوبروزس هي الترانزيت، الترانزيت بيجي في ناحيه واحده، المايجراتوري بيمشي بيمايجريت من حته لحته. فلو انت ما تعرفش اي حاجه عن المريض يبقى التشخيص ترانزيت اوستيوبروزس. لو انت تعرف ان هو كان عنده في الركبه وبعدين طلع في الهيب وبعدين راح في الانكل يبقى دوت اسمه ايه؟ مايجراتوري اوستيوبروزس. Then this is a vascular necrosis of the hip because of the الخط ده. شايف انت في هنا هو خط وفي bone marrow changes اسود في T1 وابيض في T2. لكن انت طبعا عارف ان الافاسكولار نيكروزس البايلاتراليتي فيها عالي جدا. المايجراتري اوستيوبروزس لا، المايجراتري يونيلاترال ديزيز. وبالتالي لما تلاقي المناظر ديت كده وتبرع حبتين صغيرين فتلاقي خط الناحيه الثانيه تعرف انك انت بتتعامل مع هذا الديزيز. وديت واحده من العلامات اللي بتشجعك على تشخيص البايلاترال افاسكولار نيكروزس. تشخيص الافاسكولار نيكروزس لما الديزيز يكون بايلاترال. And this is اللي هو الاوفرلابنج ايدج. طبعا طالما عندك خط يبقى في افاسكولار نيكروزس وفي خط تاني هنا يبقى في افاسكولار نيكروزس. دولت اللي هو المونيتورنج اللي هو بتعمل ام ار فول اب بطرق قريبه علشان تقدر تفصل ما بين الاثنين وبعضهم. وبعدين لو اكتشفت ان هي اوسيو افاسكولار نيكروزس في الغالب بتلجا الى الكور ديكومبريشن. عندنا حاجه ثالثه بتتلخبط في الاثنين اللي فاتوا اللي هي السب كوندرال فراكشر او ستريس فراكشر. ستريس فراكشر بيحصل في الناس الكبار في السن وبيحصل في الفيمورال هيد والنيك، هو مور كومن في النيك لكن بيحصل في الهيد وبيجي تحت الكورتكس بتاعت الفيم. ولكن هذا الفراكشر بيكون موازي لسطح الفيمر والتاني بيكون عامل مع سطح الفيمر دايره شبه مغلقه كده. فالفراكشر طبعا لما هيحصل هيبقى سراوندد باي بون مارو اديما. فانت هتلاقي بون مارو اديما ما تشوفش الكسر هتفتكر ان هي ترانزيانت اوستيوبروز، هتشوف الكسر هتفتكر ان هي افاسكولار نيكروز. وهي في كلا الحالتين لا، لان الفراكشر هيخف والإديمة هتروح. فانت لما تعمل فول اب للديزيز بعد شويه هتلاقي الفراكشر ده هو راح والإديمة اللي كانت موجوده حواليه اختفت. عشان كده الكتب بتعمل شبه مقارنه كده ما بين الكسر وما بين الافاسكولار نيكروز. بيقول لك الاول حاجه في السن الكسر بيجي في الستات والكبار في السن، دوت بيجي في الناس الشباب الصغيرين واكتر في الميلز من الفيميلز. الايتيولوجي ده هو الاوستيوبروزس او الاوبيسيتي وده الكورتيزون والحاجات اللي بتعمل كواجيليشن يعني وكده. الستريس فراكشر از يوجوالي يونيلاترال لكن البايلاتراليتي في الاي في ان بتوصل حوالي 70%. لو حقنت صبغه الستريس فراكشر بياخد صبغه لانه في فاسكولاريتي، اما الافاسكولار نيكروزس ما بتاخدش صبغه عشان البلاد سبلاي بتاعها مقطوع. الباند في الستريس فراكشر بتبقى الريجولار كده لكن الباند بتاعه الافاسكولار نيكروزس بتبقى سموث. هم دولت الحاجات اللي انت بتفرق ما بينهم. And this is a vascular necrosis and this is a stress fracture in the femoral. فانا الطريقه سهله جدا، طبعا history of trauma مش هيبقى موجود لان ده very subtle trauma. الحاجه اللي انت تاخد بالك منها هي ان الكسر موازي للسيرفس اوف ذا فيمر وان المريض كبير في السن وان هو ممكن يكون عنده اوستيوبروزس والكلام ده كله. اما ده واحد صغير في السن والإيريجولاريتي والفلاتنينج والكلام ده كله بتاع الافاسكولار نيكروزس بيكون واضح جدا. الرسمة اللي انتوا شايفينها ديت منشورة في كتب كتيرة جدا وعلى الانترنت ان الافاسكولار نيكروزس ليها علاقة جبارة بالترانزيانت اوستيوبروزس وبالفراكشن. وهم في الليتريتشر لقوا ان بعض الحالات بتاعت الترانزيانت اوستيوبروز وبعض الحالات بتاعت الاستريس فراكشر بتبروجريس بعد شويه وتبقى افاسكولار نيكروز.
وكذلك الحكاية دي بالتبادل مع بعض، بمعنى انك انت لو كان في فراكشر وانت ما شفتش الفراكشر فهتشخصه ترانزينت اوستيوبروز، ولو كان في ترانزينت اوستيوبروز وانت تهيأ لك اي خط ماشي في الفيمورال هيد ان هو فراكشر فهتشخصه على كده. ذن الحكايه ديت فيها اوفرلاب زي ما انت شايف كده، بس انت بتغلب الصوره على الـ يعني الكلينيكال والايمجينج على التشخيص، بمعنى ان لما يكون واحد صغير في السن وكون الحاجات بايلاترال عنده وكده غالبا ده هو هيكون افاسكولار نيكروز. لو كان حد كبير قوي في السن وعنده يونيلاترال ديزيز غالبا دوت هيكون الاستريس فراكشن. لو كان شخص متوسط ولا هو كبير ولا 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 صغير وفي نفس الوقت عنده يونيلاترال ديزيز والديزيز دوت از افكتنج ذا فيمورال هيد اند ذا نيك، then you consider the possibility of transient osteoporosis. نيجي للأفاسكولار نكروز الأوستيوأرثرايتس، وهي زيها زي أي حاجة في الدنيا، narrowing of the joint space وأوستيوفايتس وسبكوندرال سكلروز. أهم حاجة في الموضوع ده هو this space, the superior lateral aspect of the joint and the acetabular changes. فطالما في acetabular changes يعني في pseudocystic changes الكلام ده كله then you know that you are dealing with the vascular osteoarthritis. ازاي تعرف ان ديت برايمري من سكندري؟ البرايمري بيكون غالبا bilateral وغالبا في الناس الكبار في السن، اما السكندري بيكون في حد صغير وبيكون unilateral. فانت بتقول ايه ديت هيب سليمه وديت هيب خربان على الاخر خالص، يبقى لازم كان في ديزيز موجود هنا وهو اللي predisposed للسكندري osteoarthritis. لما يكون bilateral disease symmetric وناس كبيرة في السن يبقى primary، لو كان unilateral وناس صغيرة في السن يبقى secondary. secondary طبعا لكل حاجة، secondary avascular necrosis، secondary septic arthritis، secondary Peirce disease، أي حاجة ممكن تعمل secondary osteoarthritis. ده الفرق ما بين الاوستيوارثرايتس وما بين الافاسكولار نيكروز. الافاسكولار نيكروز هيتروجينيتي في الفيمورال هيد، the superior joint space is maintained, no acetabular changes. لكن هنا هو the superior joint space is obliterated and there is acetabular changes. في بعد كده disease بيحصل في الستات بس لوحدهم according to the literature اسمه rapidly destructive، كان زمان اسمه osteoarthritis دلوقتي اسمه osteoarthropathy، لأن هو مش osteoarthritis أصلا، لكن اللي بيحصل في هذا الديزيز انه يشبه الاوستيوارثرايتس لكن في خلال فتره بسيطه اللي هي شهرين او حاجه زي كده بيكون مفيش هيب جوينت، عشان كده بيسموه رابيدلي ديستركتيف اوستيوارثروباثي، لان الليترشر بتقول ان هم خدوا بايوبسيز من الجوينت دوت ما لقوش فيه انفكشن ولا جوت ولا روماتويد ولا اي حاجه خالص، فعشان كده سموه osteoarthropathy لان الديزيز اللي بيعمل كده مش معروف. وبالتالي لو انت جات لك الفرصه انك انت تشوف مريض وفي خلال فتره بسيطه جدا لقيت الهيد اختفت كده فهو دوت الديزيز اللي احنا بنتكلم عليه. ايه بعد كده عندنا حاجتين او ثلاث حاجات في الاطفال، اول واحد فيهم اللي هو developmental dysplasia of the hip اللي هو كانوا بيسموه congenital hip dislocation من ايام زمان، وبعدين الديزيز الثاني اللي هو البروكسيمال فيمورال ديفيشنسي، وبعدين الثالث واحد اللي هو البيرسس ديزيز. ف الكونجنتال هيب ديسلوكيشن دوت الانسيدنس بتاعه ان بعض الناس اللي عندها اولوجو هيدرامنيوس وكده بيكون يعني بريدسبوزنج اكتر، وفي بعض الاحيان الحكايه ديت بتبقى موجودة وترجع لوحدها بتريزولف سبونتينيوس. الريسك فاكتورز دوت الميل قصاد الفيميل، الفيميل اعلى جدا جدا، فاميلي هيستوري البريتش بريزنتيشن اولجو هيدرامنيوس والليفت هيب از مور فريكوينتلي افكتد، يعني طبعا ما فيش علاقة من واحدة ست والايد الشمال يعني، لكن هو ده اللي موجود في الـ في الـ في الـ في الليترشر.
وطبعا انت عارف ان الشمال دوت بتاع مين؟ الملائكة. أيوة شاطر، الشمال بتاع الملائكة واليمين بتاع الشياطين الحمر. طيب المهم، الالترا ساوند الحقيقة أنا يعني شبعت تمجيد ومدح فيه من بكتير جدا، بس هو فعلا يستاهل كده. الالترا ساوند من الحاجات الجبارة جدا جدا في الماسكولو سكلين، بشرط ان يكون اللي ماسك البروب يعني فاهم الشغلانه كويس. فكتير جدا الكابيتال فيمورال ايبيفيسس بيكون لسه ما حصلوش اوسيفيكيشن، then you can evaluate the congenital hip dislocation عن طريق الالترا ساوند. اما عن طريق الاكس راي فانت عندك بقى شويه خطوط بترسمها، ايام زمان دلوقتي ما عادش فيه الكلام دوت، لكن ما فيش مانع انك انت تعرفه. الخط الاولاني بيمر في الروف بتاع هو الكارتريج اللي موجود في الاستابيولم ده في المكان الخط اللي انا عامله، والخط الثاني بيمر في السوبير ريم بتاعه الاستابيولم. خطين عمودين على بعض، المفروض ان الفيمورال هيد تكون في المربع اللي تحت اللي جوه ده لو كانت ما لو كانت سليمه. فانت لما ترسم الخطين دولت، الخط الاولاني اسمه بيركنز لاين، ودوت بيربنديكولار للخط الثاني دوت، كلهم ناس المان اللي عاملين الحاجات ديت. ففي خط تاتشنج ذا لاترال اسبكت او الشفه بتاعت الاستابيلم، وخط ماشي في نص الاستابيلم بالظبط، هما الاثنين عمود على بعض. المفروض ان الفيمورال هيد لو في مكانها الطبيعي تكون هنا في الحته ديت كده. في طريقة تانية انك انت ترسم خط كده وتشوف الزاوية بتاعت الاستابيلم، على اساس ان لو الهيد مش في مكانها الاستابيلم بيبقى شالو، والزاوية ديت بتبقى اكبر من الطبيعي. وفي حاجة تالتة اللي هو الشنتون لاين، انك انت تمر بخط من الانفيرير اسبكت اوف ذا سوبيرير بيوبيك ريموس، وتمشيه لحد لما تمر بيه على الفيمورال ناك، يعمل كيرف مستوي. لو حصل ديسلوكيشن الكيرف دوت بيتلخبط، يطلع لفوق شويه وينزل لتحت شويه. طبعا واضح هنا اهوت ان الهيب ديت از ديسلوكيتد من غير ما تعمل خطوط ولا تعمل اي حاجه، لان الهيد مش موجوده في المكان بتاعها. القضيه لما يكون الكابيتال فيمورال ابيفيسز از نوت اوسيفايد، فبتشبه عليه كده، لكن الالترا ساوند طبعا هو ذا بيست. ده المصداق القول اللي بيقول ان الديزيز دوت از سيلف ليميتنج وبيرجع لوحده، زي ما انت شايف كده ادي لحد 4 سنين، يعني الموضوع الى حد ما مش وحش، يعني الهيد وزين ده استابيلا ممكن، مع حين ان هي كانت زمان بره المكان خالص. نيجي للبيرسز ديزيز، اند ذس از ا فاسكولار نيكروزس اوف ذا فيمورال ابيفيسس في الاطفال الصغيرين، والاولاد هنا اكتر من البنات. وهذا الديزيز برضو عكس الكبار از سيلف ليميتنج ديزيز، وبيخف لوحده، والسبب بتاعه في الغالب ما هوش واضح جدا، لانه لو كان افاسكولار نيكروزس زي ما هو متسمي كده المفروض انه ما يخفش لوحده، لكن في حاجات نيكروزس كتيره في الاطفال بتخف لوحدها، زي ما جبنا سيره حاجات في الشيست قبل كده. المهم اللي بيحصل في الكابيتال فيمورال ابيفيسز 4 درجات. الدرجه الاولانيه بارت اوف ذا ابيفيسز از افكتد، يعني حته منه تبقى كولابسد والحته الثانيه سليمه. بعد كده بارت اوف ذا ابيفيسز ومعاه ميتافيزيال تشينجز. بعد كده اول ذا ابيفيسز ومعاه ميتافيزيال رياكشن، وبعدين فلاتنينج اند كولابس. فانت لما تبص هنا تلاقي بارت اوف ذا ابيفيسز ومعاه ميتافيزيال رياكشن، او كل الابيفيسز اصغر من الناحيه الثانيه، then you consider that you are in stage 3. اما لو كان الابيفيسز مبطط على الاخر خالص كده وسكلوروتيك ولولو لولو، يبقى انت stage 4. and this is stage 4 versus disease of the left femur. وده اللي بيقول ان الديزيز از سيلف ليميتنج، و هنا كان ستيج 4، وبعد شهرين بقى كده، وبعد 10 شهور بقى كده، وبعد 15 شهر بقى
بقى إلى حد ما وزين نورمال. في البيرسز ديزيز ما انتش محتاج الام ار خالص، لان كل التشخيص منصب على البلين اكس راي. لو افترضنا عملت ام ار اي هتلاقي الكابيتال فيمور اللي بيفز مبطط، هتلاقيه اسود نتيجه الاسكلروزس اللي موجود فيه، فتعرف ان انت في ستيج 4. And this is also a stage 4 Peirce's disease. It collapse, fragmentation, sclerosis compared للناحية التانية. وده نفس الحكاية. And this is the normal side. And this is flattening and collapse of the capital femoral epiphysis. يجي بعد كده بعد منه اللي هو السليب كابيتال فيمورال ايبيفيسز، وده معناها ان الايبيفيسز بتاع الفيمر از نو مور راكب على الميتافيس. يعني ده النورمال ابييرنس، الايبيفيسز راكب على الميتافيسز لكن هنا متزحلق. بتوع العظام بيقولوا ان اللي متزحلق هو الميتافيسز مش الايبيفيسز، وبيقول لك بدليل انك انت لو بصيت على الابيفيسز هتلاقيه راكب كويس في الهيب، اما الميتافيسز هو اللي طلع لفوق خلاص. فانت طبعا يعني انت اشعه، يعني انت ليك ان الابيفيسز مش راكب على الميتافيس، مالكش دعوه مين اللي مشي. يعني الابيفيسز هو اللي مشي، الميتافيسز هو الاثنين مشوا مع بعض، مش قضيتك. المهم ان هما الاثنين مش راكبين على بعض وخلاص. then ممكن الحكايه دي تحصل spontaneous، وممكن تكون نتيجه التروما والاوبيزيتي وبعض الحاجات التانيه. لكن الناس بتقول ان اول حاجه السليب دي كابيتال فيمورال ايبيفيسز ممكن ما يبانش في الفرونتال فيو، ويبان لما تعمل اللي هو الفروج ليج بوزيشن. عشان كده البوزيشن دوت مهم جدا. ولو انت في الفرونتال فيو وعاوز تشوف اذا كان في سليب دي ابيفيسز ولا لا، تعمل خط على الفيمورال نيك. على الفيمورال نيك من فوق لو كان الابيفيسز في مكانه لازم الخط ده يقطع حته منه، لو كان الابيفيسز متزحلق الخط دوت مش هيقطع حته منه. ديت واحده من العلامات اللي بتساعدك انك انت تبريدكت ان ذير از يعني كابيتال فيمورال ابيفيسز لو كان very subtle. بعض الناس بتعمل جريدنج للحكايه ديت وبتقول لو كان الابيفيسس في مكانه هيبقى ده المنظر، قبل ما يسليب بيوسع الفايسس. ولو انت فاكر بتسولتر هاريس كلاسيفيكيشن، لما الفايسس يوسع دوت كانوا بيسموه انهي درجه؟ اول واحده ولا اخر واحده؟ اول واحده. And this is stage 1 versus disease. بعد كده لو اتزحلق الابيفيسز اقل من الربع زي السبونديلولايسيسز كده يعتبروه مايلد، اكتر من الربع يعتبروه مودريت، اكتر من النص يعتبروه سيفير سليب. طبعا انت عارف السليب كابيتال فيمورال ابيفيسز عرضه جدا للافاسكولار نكروزس، ويخلي الهيب بريديسبوزد للاوستيوارثرايتس. كنت انا زمان بقول في بعض المحاضرات ان احسن طريقه تعرف بيها السليبج هو السي تي، ولكن لو انت استخدمت الاكس راي برقت فيها كويس عملت الخطوط هتعرف بيها الحكايه. and you do not need usually الهيلب بتاعت الام ار اي الا اذا انت حاسس ان الابيفيسس حصل فيه افاسكولار نكروز. وفي كلا الاحيان and this is a self limiting disease برضو الافاسكولار نكروزس هنا هتخف لوحدها. دولت الكومبليكيشنز بتوعه السليبج، ان هو هيعجل بحدوث الاوستي ارثرايتس، ان هو هي في احتمال كبير ان يحصل افاسكولار نكروزس، ان يحصل ديجنريشن اوف ذا كارتريج اوف ذا فايسز، يحصل ديفورميتي، ويحصل ليب ديسكريبنسي، ان يكون في رجل اقصر من الرجل الثانيه. نيجي بقى للديزيز الاخير دوت بتاع الاطفال اللي هو ذا بروكسيمال فوكال فيمورال ديفيشنسي ديزيز. من اسم الديزيز ده هوت لازم يتوافر حاجتين. الحاجه الاولانيه ان يكون حته من الفيمر من فوق ناقصه، حته من الفيمر من فوق ناقصه. والحاجة التانية إن تكون الفيمر أقصر من الطبيعي. لكن لو الفيمر كلها موجودة
الهيد والنك والشفت وكله موجود، بس هي اقصر من الطبيعي، مش هو ده الديزيز. ديت اسمها هايبوبليزيا اوف ذا فيمر او اي حاجه من كده. لكن الديزيز دوت لازم تكون حته من الفيمر الاولانيه اللي فوق يعني ناقصه، وطبعا يستتبع هذا تشينجز في الاستابيلا ممكن. الفيمر هتكون قصيره واللمب برضه هيكون قصير، وفي احتمال كبير قوي كمان ان الفيبيولا ما تكونش موجوده في عند الناس دول. الاتكن كلاسيفيكيشن هي معروفه جدا في الليترتشر، بس انت هيجي عليك وقت ما تعرفش تقول مين دوت، هل هو كلاس A ولا B ولا C ولا D، هيجي عليك وقت كده. فانت لما تلاقي الفيمر قصير وتلاقي حته منها ناقصه تقول ان دوت بروكسيمال فيمورال ديفيشنسي ديزيز. والله لقيت الحاجه تخرم العين زي ديت كده، ممكن تقول دوت ستيج 4، لكن انت هيكون عندك لخبطه جامده جدا في الاثنين الاولانيين اللي هم ستيج A او كلاس A وكلاس B. الكلاس A الفيمورال هيد دي نقطة مهمة جدا بقى، يعني اللي هي إلى حد ما بتفصل في الموضوع. الفيمورال هيد موجود، دي أول نقطة. والهيد is attached to the shaft by neck، يعني في فيمورال نيك كمان. The femur is short، لأن كل الديزيز لازم الفيمر تكون قصيرة. كوكسافارا يعني الفيمر حتفة لبره. الكارتلاجرس نيك ليتر اوسيفاي، يعني هتلاقي في ديفكت ما بين الفيمورال نيك وبقيه الشافت. في الحته ديت ممكن يحصل سودو ارثروزس، ودوت يعني تقريبا اوحش واحد فيهم في التشخيص اللي هو الكلاس A. خلاصه القضيه ان يعني مثلا ده كلاس A واضح جدا زي الرسمه بالظبط. اول حاجه الفيمر قصير، شايف انت الفيمر قد ايه. تاني حاجة ال النك موجودة. تالت حاجة النك is articulating أو في false articulation ما بينه وما بين الفيم. معظم الديزيز دولت بتكون الفيبيولا مش موجودة، يعني الناس اللي عندها proximal femoral deficiency بيكون الفيبيولا مش موجودة. الكلاس B الأسيتابيلم موجود والفيمورال هيد is present، لكن الكونكشن ما بين الهيد والشافت مفيش نك، يعني الرسمه ديت بتعتبر ان this is the femoral head ومفيش نك وفي شافت والشافت قصير، والاسيتابيلم الى حد ما بيكون يعني لسه موجود. الكلاس C الاسيتابيلم مش موجود فلاتن، لان مفيش اصلا ولا femoral head ولا نك. The femoral head is absent or very small، غالبا بتكون absent. And the head is attached to the femoral shaft مباشرة حيث لا يوجد femoral neck. فأنت لما تبص هنا أنت كل همك إنك تشخص بس الديزيز، سيبك من الكلاسز. الفيمورال شافت قصيرة ومفيش هيد او في ومتصله بالنيك عن طريق الكارتلج اللي انا قلت لك عليه، وتبص على الاسيتابيلم اذا كان موجود خير وبركه، فلات كده او مش موجود يبقى انت في ستيج بقى يعني ادفانسد شويه. زي كده الاسيتابيلم از فيري شالو، في حته صغيره بس بين الفيمورال شافت وما فيش ولا هيد ولا نيك، then you consider اللي هو الستيج C. ستيج دي زي الصوره دي بالظبط كده، يعني العيان دوت عنده ستيج A على ناحيه وعنده ستيج D على ناحيه تانية. This is the most severe form، مفيش استابيلم اصلا، مفيش بروكسيمال فيمر، وحته من الشافت كده معوجه زي اللي انت شايفها دي. فمثلا لو انت بصيت هنا ديت رجل العيان الليج يعني، واللي باقي من الفيمر هو الحته اللي انت شايفها دي اللي هنا دي. And there is no acetabulum على الناحيتين. And this is يعتبر اخر مرحله في الكلاس. لو انت جيت هنا مثلا بصيت على الناحيه دي تعتبر معقوله، يعني ما فيهاش بروكسيمال فيمور ديفيشنسي، لكن هنا ما فيش هيد ولا نيك وما فيش acetabulum اصلا. والفيمورال شافت از فيري شورت. اما بقى ده اللي هو في فيمورال هيد
ونك وشافت وكل حاجه، بس الفيمر قصيره. الفيمر قصيره دوت مش تبع دوت، ده اسمه congenital hypoplasia او congenital shortening of the femur. اما proximal femoral deficiency يعني deficiency، يعني في حته ناقصه من الفيمر من فوق. نيجي بعد كده للمسل انجريز، ولعلك انت فاكر الثلاثه ماسلز اللي كانوا هنا اللي هم obturator internus واكسترنس وادكتور بريفس والادكتور لونجس. الستيجز بتاعت المسل انجريز ثلاثه، لو كانت المسل اديمتس يبقى ستيج 1، لو كان فيها هيموريج يبقى ستيج 2، لو حصل فيها لاسيريشن اند اتروفي يبقى ستيج 3. المسل سترين او سبرين او مسل اديما او مسل سورنس، كل الحاجات دي بمعنى واحد، ان في اديما ان ذا مسل سواء نتيجه السترين او السبرين او التروم. السبرين او السترين دوت بيأفكت ذا مايوتندينس جنكشن which is the weakest point في المسل على الاطلاق. الحته اللي مكان اتصال المسل فايبرز بالتندون هو دوت اضعف مكان، ولما يحصل فيه اديما بيلاقوها عامله زي الريشه كده زي ما انت شايف كده فيزري ابيرز. ودولت المسلز اللي بيحصل فيهم سترين باستمرار، الهامسترينج والريكتس فيمورس والجاستروكنيميوس والبايسبس بريكيال. And this is the biceps femoris اللي فيها السبرين. كنت انا في مؤتمر قريب قوي وكنت بكلم الجماعه بتوع الفيزيوثيرابي، ففي ديسكريبنسي ما بين الاشعه وما بين الكلينيكال. الجريدنج بتاع الكلينيكال بيعتمد على الفانكشن، يعني يقول لك جريد 1 مسل انجري يعني في وجع بس ما فيش ويكنس ما فيش لوس اوف فانكشن، جريد 2 يعني في وجع وويكنس ما فيش لوس اوف فانكشن، جريد 3 يعني في وجع وويكنس ولوس اوف فانكشن. ده سكه، واللي احنا فيه سكه ثانيه اللي هو جريد 1 يعني موصل يديما، جريد 2 يعني هيمورج، جريد 3 يعني لاسريشن اند اتروفي. فلو انت بصيت هنا and this is the adductor longus و دي الادكتور بريفس اعتقد، ايوه المهم واحده من الادكتور دي البريفس. في التي 1 سودا، في التي 2 بيضة، في الستير مبيضية هنا هوت كده، and this is stage 1 muscle edema. And this is the adductor longus، احنا اتفقنا ان في obturator وبعدين externus وبعدين adductor brevis وبعدين adductor longus. And this is the adductor longus edema compared to the opposite side. Then if there is hemorrhage inside the muscle اللي هو ابيض في التي 1 ابيض في التي 2، then you consider stage 2 muscle injury. And this is another example. And you see hemorrhage, ابيض في T1 ابيض في T2, and this is stage 2. اما لو حصل laceration and atrophy, and this is the biceps femoris, حصل فيها laceration and atrophy compared to the normal side, and there is significant thickening of its tendon, then you know that you are dealing with stage 3. عندنا دلوقتي يعني لسه امبارح بالظبط او اول امبارح كان في حد عشان يفاليويت موضوع الافالشن. الافالشن انجرز حوالين الهيب كتار جدا بالذات الادكتور والهامسترينج، فانا بس حبيت اوري لك المكان بتاعهم عشان لما انت تبقى في يجي لك حاله كده. الادكتور تنزونز كلها بتنسرت في البيوبك بول، وبيكونوا كلهم في كومن تندون كده اسود طبعا في جميع البول سيكونسز. على الناحيه الشمال سليم، على الناحيه اليمين افالسيت هو، وما بينه وما بين الاتاتشمنت بحيره مليانه ميه. And this is the corresponding image دي. الادكتورز كلها بتنسرت في الحته دي. لما تيجي في الموضوع دوت في البلين اكس راي مش هتشوف حاجه خالص زي ما انت شايف كده، لكن في الام ار اي هتلاقي ان المسل فيها هيموريج عشان ابيض في التي 1 وابيض في التي 2، اما بقيه المسلز اللي حواليها فيها اديما وفي سبكتينيوس اديما، then you know that this is stage 2 muscle injury. وهنا بقى في الكورونال تي 1 اند كورونال تي 2. الادكتور هنا ده المنظر السليم بتاعه، ان هو there is disruption of the adductor tendon وفي ميه في المكان بتاعه
laceration of the muscle اللي هي اللي كان فيها الإديم. And this is also another example. ده الأدكتور تندون السليم وده الأدكتور تندون الأفالسيت وفي مكانه بحيرة مية جبار. أما الهامسترينج بتنسرت إن ذا إسكيم، فبتشوفها كويس قوي في الأكزيال وساعات تشوفها في الكورونا. ده الهامسترينج الطبيعي وده الهامسترينج اللي اتفصل من المكان بتاعه. And this is bilateral avulsion of the hamstring attachment. من الشمال في مية وفي اليمين في مية وفي الأكزيال نفس الحكاية. وده هو النورمال ابيرنس. This is the hamstring attachment to the ischium على الناحيتين showing normal fine. الفراكشرز طبعا احنا استفدنا فيهم المرة اللي فاتت وقلنا التقسيمة بتاعت الحكاية ديت. نيجي بقى للموضوع الاستابيلر ليبرو. الاستابيلر ليبرو عبارة عن هورشو، يعني عاملة زي النص دايرة كده ومفتوحة من تحت، علشان في ليجامنت تحت هنا اسمه ترانسفيرس ليجامنت هو اللي بيكمل الدايرة ديت. الليبرم عبارة عن 2 إلى 3 ملي في السيكنس، وهي تراينجلر ان شيب، وهي سودة في جميع البول سيكونسز، وهي بتساعد في الهيب استابيليتي، والانجرز بتاعتها بتؤدي إلى الانستابيليتي. This is the normal appearance of the acetabular labrum. اسود، مثلث اسود ماسك في الاستابيلر ايدج. الحاجات اللي بتعمل ليبرال تير الفيمورال استابيلر امبنجمنت زي ما نقول عليه بعد شويه، التروما، الديسبليزيا، الهايبرلاكسيتي، او الاستخدامات الكتيره في الرياضه وكده. معظم الناس علشان تحدد مكان الانجري بيقسموا الليبرم عباره عن 5 زونز. الزون اللي قدام اللي هو الانتيرير والانترو سوبيرير وبعدين السوبيرير وبعدين البوسترو سوبيرير وبعدين البوستيرير. بصفة عامة الانجلز كلها بتيجي في الانتيرير والانترو سوبيرير، الحتتين دولت فقط. نادر جدا لما تيجي في بقية الاماكن بتاعت الاستابيلر ليبرم. لما تعمل لو انت عاوز تيفاليويت الاستابيلر ليبرم لابد يكون في ارثروجرافي، فتحقن صبغة جوه الجوينت علشان تشوف كويس قوي الاستابيلر ليبرم عبارة عن مثلث كده والمثلث اللي انت شايفه ده. في بعض الأحيان الكبسول بتاعت الجوينت بتبقى الاتاتشمنت بتاعها عند البيز بتاعت الاستابيلر ليبرم، فلما تحقن صبغة الصبغة تطلع كده. And this is not an injury of the labrum. Labrum is intact. والانجري لما يكون في صبغة ما بينها وما بين الاستابيلر ريم زي كده. And this is the acetabular labrum. وفي صبغة دخلت هنا تحت البيز. And this is partial tear of the acetabular labrum الانتيرير. وهنا هوت severe tear في الاستابيلر ليبرم، والصبغة بتمر جواها والبيز بتاعتها مفصولة من الاستابيلم زي ما هو باين في الصورة الساجدة. وده النورمال ابيرنس بتاع الاستابيلر ليبرم. وهنا هوت degeneration of the superior acetabular labrum with abnormal signal inside the labrum itself، لكن الصبغة ما دخلتش جواها. وده هوت laceration of the superior أو anterior aspect or anterosuperior aspect of the acetabular labrum. And you see the contrast material at the base of the labrum. وبعض الكتب بتقول انك انت ممكن ما يكونش في ليبرال تير ولكن في كرة مليانة مية بيسموها بارا ليبرال سيست. And في حالة ما اذا شفت البارا ليبرال سيست ان كونسيدر ان الليبرم مقطوع، يعني السيست دوت واحد من العلامات بتاعت الانجري اوف ذا ليبرم. زي هنا this is the labrum which is injured and there is a cystic lesion مليان بالصبغة جنب الاستابيلر ليبرم diagnostic of tear. نيجي بعد كده للفيمورو استابيلر امبنجمنت، وده هو الفيلم ده يعتبر من احسن الحاجات اللي بيعرفك الفيمورو استابيلر امبنجمنت ازاي. ده المنوع The hip joint is made up of the femur, the pelvis, and soft tissues called the articular cartilage and the labrum. The labrum is a rubbery ring of cartilage that seals the joint. It also acts as a shock absorber. The cartilage and labrum allow the hip bones to move smoothly.
If these bones are in an abnormal shape, they can damage the soft tissues, cause pain, and limit the range of motion of the hip. This is called ephemeroacetabular impingement, or FAI. There are three types of FAI. The first, called a CAM lesion, is when the neck of the femur is thicker than it should be. The lesion can pinch the labrum and damage the cartilage. The second, the pincer lesion, is when there's extra bone at the edge of the socket. It can also pinch the labrum. The third type, the subspine lesion, is when an area of bone just above the socket, called the anterior inferior iliac spine, is too large. The labrum and soft tissues can get pinched between the femur and extra bone. Every patient's FAI is unique and can be a combination of these types. We don't know what causes FAI, but it seems to develop as a person grows. FAI is not caused by an injury, but symptoms can get worse with increased activity. To confirm if you have FAI, a doctor can perform a physical exam and use imaging like X-rays, MRI, or CT scan. Physical therapy can help manage pain and improve muscle function, but in some cases, people need surgery. One option is called hip arthroscopy, a minimally invasive surgery. First, your surgeon will make three small incisions, two for the instruments and one for a camera. Next, the surgeon shaves down the extra bone. This smooths out the shape of the joint and improves the range of motion of your hip. And finally, if your labrum is torn or detached, your surgeon carefully stitches the labrum back to the edge of the socket. At Children's Hospital Colorado, the team at the Sports Medicine Center and Hip Preservation Program. Okay. طيب خلاصة القضية ان احنا عندنا ثلاث انواع من الفيمورستابيلر انفينجمنت. النوعين الاولانيين هم المشهورين، ثالث نوع مش مشهور قوي in the clinical practice. اول واحد اسمه CAM type. والكام تايب معناها ان في قبه كده من الابنورمال بون عند الانتروسبير اسبيكت اوف ذا فيمورال نيك، لما تحرك الهيب تخبط في الاسيتابيلم وتعمل زي قطع كده في الجلينويد ليبرم. بيتشاف كويس قوي في البلين اكس راي. This is the normal, ده سي تي طبعا، بس هوري لك في الاكس راي. This is the normal appearance of the femoral head. وديت الهيد لما النيك لما يكون فيها قبه كده هي دي اللي بتعوق الحركة. الأسباب زي ما هي قالت احنا مش عارفينهم، لكن ممكن يكون idiopathic، ممكن يكون by development، ممكن يكون by trauma في بعض الأحيان، ممكن يكون نتيجة الحاجات بتاعت البرسز والسليبت كابيتال فيمورال ابيفيسز، أو نتيجة جراحات. دايما بيشبهوا القبة ديت بتاعت النك بكعب المسدس، بيسموها the pistol grip deformity. لكن بغض النظر لما تلاقي الفيمورال نيك قبة كده من فوق، and this is the CAM type. وده سهل قوي يتشاف في البلين اكس راي. In this case the condition is bilateral. النوع الثاني اسمه بنسر تايب، وده لما يكون الاسيتابيلم اطول من الطبيعي، يعني يكون في الشفه بتاعت الاسيتابيلم بتغطي جزء كبير جدا من الفيمورال هيد، وبالتالي لما الهيد تيجي تتحرك تخبط في الاسيتابيلم فتقطع الليبرم، وليتر اون الليبرم اللي قصادها بتتقطع، بيسموها كاونتر كوب ليجن. الاسباب هي نفس الحكايه، لكن البروتروزيو اسيتابيلا واحد من الاسباب الرئيسه، لان لما الهيد تبص كده لجوه الاسيتابيلم طبعا بيغطي مساحه اكبر. لو انت عاوز تعرف ان الاسيتابيلم دوت ديسكفرنج حته كويسه ولا لا، تعتبر الهيد على هيئه دايره وتحط نقطة في السنتر بتاعها، وتطلع عمود من النقطة دي، وبعدين من نفس النقطة تطلع خط عند الشفة اللي فوق بتاعة الأسيتابيلم، وتقيس الزاوية ما بينهم. المفروض الزاوية دي ما تزيدش عن 39 درجة، لو بقت أكبر من كده يبقى معنى كده إن الأسيتابيلم is covering more of the acetabular head and you are dealing with pincer type of femoroacetabular impingement. تعتبر الهيد على هيئة كرة وتقيم منها عمود، وتطلع نقطة من العمود دوت وتقيس بيها الزاوية دهيت. لو كانت أكتر من 39
يبقى معنى كده ان في بنسر تايب. فبعض الناس بيكون عندهم الاثنين مع بعض، يكون عنده كام تايب ويكون عنده بنسر تايب في نفس الوقت. عشان كده هي قالت كل عيان بظروفه، لان ال femoral stabilar impingement في تركيبات مختلفة مع بعضها، وكل واحد بيتعالج لوحده. معظم الناس بتتعالج بالفيزيوثيرابي، لكن في ناس بتحتاج الجراحات. موضوع البرزايتس حوالين الهيب زي ما انتم شايفين كده، ده اكتر جوينت في الجسم على الاطلاق حواليه برزه، يعني حواليه من 15 ل 20 واحده من البرزه. لكن هم ثلاثه المهمين جدا اللي في الهيب. الواحده الاولانيه اللي اسمها اليوسوس اللي انا وريت لك مكانها، والواحده الثانيه اللي هي حوالين الجريتر تروكنتر، والواحده الثالثه عند الاسكيم. هم دولت اكتر ثلاثه. لو البرزه عبت ميه هتشوفها في الاشعه، لو ما عبتش ميه مش هتشوفها. فهنا هو ما عندناش اي برزه متوصله بالجوينت الا الاليوسوس، يعني الاليوسوس ممكن تعبي ميه لما الهيب جوينت يكون فيه فيوجن. اما الباقيين كلهم اول ما يعبي ميه يبقى معنى كده ان هو انفليم. يبقى دوت مثلا البرزه اللي عند الليسر تروكنتر، الليسر تروكنتريك برزايتس. البرزه اللي عند الجريتر لوحده عنده ثلاثه برزه، يعني واحده سوبرفيشال، واحده ديب للجلوتياس ميدياس، واحده ديب للجلوتياس مينوس، بغض النظر. لكن لما تلاقي ميه في الحته ديت اسمها جريتر تروكنتريك برزايتس. الاليوسوس بيرزا هي اللي موجوده ما بين الاليوسوس ماسل والفيمورال فيسلز في الحته ديت كده. And this pyrza is connected to the joint. يعني لما يكون في hip joint effusion هي تعبي مية. فلما تلاقي مية ما بين الفيسلز وما بين الاليوسوس ماسل تعرف ان ديت الاليوسوس بيرزا. And this is an iliosoas pyrza ما بين الاليوسوس ماسل وما بين الفيمورال فيسلز. لو الجوينت فيه effusion يبقى المية جاية من الافيوجن، لو ما فيهوش effusion يبقى دوت بيرزايتس. الانترا ارتكيولار لوز بوديز، طبعا في لوز بودي لوحده وفي كبشه لوز بوديز اسمها ساينوفيال اوستيوكوندروماتوزيس، وديت الاسباب بتاعت اللوز بوديز زي التروما والاوستي ارثرايتس. واللوز بودي على فكره في الهيب من الحاجات الرذله جدا جدا، يمكن في الني معروف قوي لكن في الهيب وحش قوي، لانه بيعمل كذا حاجه من ضمنهم السنابنج هيب ومن ضمنهم اللوكينج والحاجات اللي زي كده. And this is an interarticular loose body بالCT. لما يكون اللوز بوديز كتيرة اسمها synovial osteochondromatosis زي دولت كده، you should consider ان الفيمورال نيك interarticular برضو. And this is also another example, synovial osteochondromatosis with a lot of loose bodies within the joint. By MRI we see many loose bodies within the joint. آخر حاجة هو الفيمورال نيك antiversion angle. و المفروض انت لما تحط الفيمر على الترابيزه بتكون النيك مرفوعه لفوق شويه. الزاويه ما بين النيك والترابيزه اسمها ده فيمورال نيك انتيفيرجن انجل. الانجل ديت ممكن تبقى ازيد من الطبيعي زي كده مثلا، فتحتاج ان هي تتصلح بالجراحه. ازاي بنقيس الفيمورال نيك انتيفيرجن انجل؟ بناخد مقاطع في الني وبناخد مقاطع عند الفيمورال نيك، وبنعتبر المقطع اللي في الني هو الترابيزة لأن الركبة قاعدة على الترابيزة. فيا إما تجر خط في وسط الكوندايلز يا إما تجر خط عند البيز بتاعت الكوندايلز، دوت يعتبر الترابيزة. وبعدين تجر خط في وسط الفيمورال نيك وتقيس الزاوية ما بين الخطين، هي ديت الفيمورال نيك انتيفيرجن انجل. دلوقتي السي تي بيحط الصورتين مع بعض، بيحط الفيمورال كوندايلز مع الفيمورال نيك في نفس الصور، بحيث انك تجر خط عند الكوندايلز وتجر خط جوه النيك وتقيس الايه الزاويه ما بين الاثنين. نورمالي الزاويه بتكون كبيره لما الواحد يتولد، وتصغر بمرور الوقت لحد 20 سنه بتكون حوالي 8 درجات. ودي الطريقه اللي بتقيس بيها لو حطيت التو سيكشنز جنب بعض او حطيتهم على بعض. المهم تجر خط عند الكوندايلز وخط في الفيمورال نيك وتقيس الزاويه ما بينهم. هذا وبالله التوفيق.